انت واحده ما بتنفعي، هسه بتلمي وعيكي وبت. يا بابا شو 2 مليون نصهم الي ونصهم لزوجي؟ طيب. حبيبي بابا قطع علينا الحديث، الم اوعي وشو اعمل؟ وبتجيبي لي اياهم اغسلهم؟ يعني انت ما بنفعي تغسلي ايديك بصير يوجعوكي، انا بحبك بخاف عليك كمان. ارايت ابا حنظلة ما شاء الله عليه من حبه لزوجته حين ماتت بنى مسجدا باسمها. انا مشتري ارضا منذ زمن، لكن التاخير من عندك. سيدة ألمانية تقول: تبرعت بكليتي لطليقي حتى لا أحرم أولادي نعمة الأبوة. ردت عليها واحدة عربية وقالت: والله لو بسلقها مع بصل وباكلها ما بعطيها. الغبي المسحور. هذا الغبي متزوج ويسكن مع زوجتي في بيت أهلها. في يوم توصيه أمه: اسمع يا بني، طال فترة بقائك عندهم كن حذرا. ولكن لما يا أمي؟ لا يعملون لك سحر، مرت عمك وأخوات مرتك شغلتهم وعملتهم السحر، أعرفهم اسألني. ضحك الغبي ورد عليها قائلا: لا تخافي يا أمي، أخذت احتياطاتي وأصلا لم أترك لهم مجال. ماذا تقصد وكيف أخذت احتياطاتك؟ ببساطة لأني أنا من أطبخ وأنا من أغسل الملابس والصحون. حقا تفعل هذا؟ نعم، وحتى الأفرشة أنا من أنظفها وأنا من أرمي القمامة. أخبريني إذن كيف سيسحروني؟ ما شاء الله، أبدا أبدا مانك مسحور. وحدة سألت جوزها، قالت له: احلف بالله إنك تجاوبني بكل صدق. قال: والله لأجاوبك بكل صدق. قالت: إذا هجم ضبع علي وعلى أمي مين بتساعد منا؟ قال: الضبع. بنتي الحلوة، أخوك بيدخن صح؟ ما بعرف بابا. طيب امبارح ما راح على الدرس صح؟ ما بعرف. طيب انا تركت لك 500 دينار مع الماما عشان تشتري ملابس جديده. البنت ردت: بدخن وبيشرب حشيش مع صاحبه عمر وما بيروح على الدروس اصلا، بياخذ المصاري وبيصرفها على البلاي ستيشن، ومصاحب بنتين، واحدة اسمها ولاء والثانيه نور، واذا بدك ارقامهم انا بعطيك. مين؟ انا عمك. عمك؟ ما عندي عم. خالك. خالك. انا خالك. خالك؟ ما عندي خال بعد، اساس امي وابوي وحدين اهلهم. طيب اذا بدي اقول لواحد بالانجليزي تعال لهون شو بقول له؟ كم هير استاذ. حلو، اذا بدي اقول له روح لهونيك شو بقول له؟ سهل استاذ، بروح لهونيك وبقول له كم هير. انتشار الخبر عند الحريم. ابشرك يا امي، بنت الحلال لقيتها موجوده. وبنت تطلع ذي بنت اسمها ريم، حليوه وكتكوته ومزه، افكر اتزوجها. اخيرا فرحتني يا يمه، هي الساعه المباركه. بس تكفيني امي، لا تعلمين احد الحين، حتى خالاتي. انا اسمها ريم ويقال عنها أنها كتكوتة وحليوة. يا أمي ليش كذا؟ كنت بفرح خالتك يمه. أراد الاستهزاء بشخص ذكي. اسمع، لماذا لون اللبن أبيض؟ لون اللبن؟ لا أعلم. إذن سأذهب وأسأل حمارا آخر. ماذا، تبحث عن حمارا آخر؟ نعم ومثلك. حسنا، ولكن لماذا تبحث عن الحمير؟ هل أضعت نفسك بينهم؟ أسباب عدم الضحكة عند العرب: بتكون بتضحك في الحصة بقول لك الأستاذ انقلع اطلع من الحصة. بتيجي بتضحك لشخص غريب بقول لك انت بتعرفني. بتيجي تضحك لأبوك بقول لك شكلك عامل مصيبة احكي ايش هي. بتيجي تضحك لأمك بتقول لك ريح راسك مصاري معيش. العجوز الفقيرة والشيطان. يا رب أنا جائعة وفقيرة، لا أريد أن أنام الليلة بدون عشاء. جاءتني فكرة وسأسخر منها، سأستهزئ من هذه العجوز اللعينة. يا بني تعال إلى هنا. ماذا تريد يا أبي؟ اسمع، خذ طعاما لهذه العجوز وإن سألتك من أرسله قل لها الشيطان استجاب دعائك. حسنا حسنا يا أبي. ذهب ابن الشيطان في هيئة ولد إلى العجوز فقال لها: تفضلي يا عجوز فهذا الطعام لك. الحمد لله الحمد لله الذي استجاب دعائي. ولكن ألا تريدين أن تعرفي من أرسله لك؟ لا يهمني، فأنا دعوت ربي، فإن أراد الله شيئا حتى الشياطين تستجيب. غبي يدخن سيجارتين، ما السبب؟ السلام عليكم يا أخي، بالله عليك أسأل، كل الناس يدخنون سيجارة واحدة إلا أنت، لما تدخن اثنتين؟ اسمعني يا صديقي، بصراحة أنا أدخن واحدة فقط، أما هذه الثانية لأعز أصحابي الذي سجن منذ أشهر. تدخنها لأعز أصحابك؟ حسنا حسنا. بعد عدة أيام رأى الرجل مرة أخرى يدخن سيجارة واحدة فأتى ليسأله. أهلا مرحبا، يبدو أنك أصبحت تدخن واحدة فقط، هل صديقك خرج من السجن؟ لا لا زال لم يخرج. لا زال في السجن، ولكن لما تدخن واحدة؟ بصراحة إنه أنا، لقد توقفت عن التدخين.
إذا حبيبك قال لك على الفيسبوك مثلاً على المحادثة تصبحي على خير، وبعدين شفتي إنه هو أونلاين فتأكدي إنه في وحدة تانية، بينما إذا قال لك تصبحي على خير وسكر وقت عرفي إنه أنت التانية. مرة واحد محشش الدكتور معطيه دواء ياخده الساعة 9 الليل، وكل مرة بياخده قبل ساعتين. كشف الدكتور وقال له ليش ما تلتزم بالساعة؟ قال له المحشش عشان يفاجئ الجراثيم. واحد بيقول لصاحبه مش فاهم ليش البنات بدخلوا الموت في كل شيء، اطلع فيه وقال له كيف؟ قال له إذا ضحكت بتقول متت من الضحك، وإذا جاعت بتقول متت من الجوع، وإذا تعبت بتقول بموت تعبانة، وإذا تضايقت بتقول يا رب موتني. قال له صاحبه فعلا حتى لما تحبك بتقول لك بموت فيك. ابنتي صارحيني صارحيني ولا تخافي، يمكنك اعتبارك أختك كصديقتك المقربة. ماما أخجل. لا تخجلي تكلمي كوني مطمئنة. أنا مغرمة. قلت مغرمة تعالي بنتي الكل. أبي ذهبت للدكتور. الدكتور دكتور عليك مساعدتي. ماذا لديك؟ كل مكان من جسمي يلمسه ويؤلمني. أرني كيف. فلمست كاحلها وصرخت، وبعدها لمست ركبتها وصرخت، ثم لمست يديها وصرخت مرة أخرى، فأوقفها الطبيب وقال توقفي توقفي، أظن أنني أعرف ما هي مشكلتك. أخبرني دكتور. لقد كسرت إصبعك. يا رب ارزقني شنطة فيها 10,000,035 قرش. ليش 35 قرش؟ عشان أشتري مي لما ينشف ريقي من الفرحة، ما بدي أصرف من الملايين، بلاش أصرف من الملايين. محشش قاعد مع كذاب. الكذاب قال أنا عايش من أيام ما كان القوس قزح أبيض وأسود. رد المحشش أصلا عادي، أنا عايش من أيام ما كان البحر الميت مريض. محشش قاعد مع محشش، قال لمحشش أنا بردان من المكيف. قال له تشرفنا وأنا محمد من الرياض. عمي أنا جاي أطلب إيد بنتك، أي وحدة الكبيرة ولا الصغيرة؟ ليش عندها إيد أكبر من إيد؟ عائلة البخلاء، انظروا ما حدث. من على الباب؟ أهلا وسهلا. عمتي أنا عطشان، هل يمكن أن تحضري لي بعض الماء؟ الماء؟ انتظر قليلا، تفضل اشرب هذا اللبن. شرب الرجل صحن اللبن حتى ارتوى فاستغرب وقال الحمد لله. بالعافية يا بني. ولكن اخبريني يا عمتي، الناس يقولون عنكم بخلاء، لما اعطيتني اللبن لأشرب؟ انه من رزقك، كنت سأرمي لأن سقط به فأر. ماذا؟ ايها الغبي، ما الذي فعلته؟ لقد كسرت صحن كلبتي. اللهم ارزق صديقي زوجة صالحة. بسم الله، ماذا بك؟ لا تدعو. ماذا في ذلك؟ إني أدعو لصديقي بزوجة صالحة. أعلم، ولكن أدعو الله بأي شيء إلا الزواج، فإن الملك يقول لك ولك بالمثل ونحن في وقت استجابة. ورطة في ورطة. أنقذني يا صديقي. أنقذك، ولكن ما الذي حدث؟ اسمع، قلت لزوجتي سأسافر في الطائرة إلى أمريكا. حسنا، ولما لم تسافر وأين المشكلة؟ بصراحة كانت خطة مني لأقضي هذه الفترة مع زوجتي الثانية. اندهش صديق لأنه لم يكن يدري بالزوجة الثانية، فقال له زوجتك الثانية؟ ومن متى تزوجت الثانية؟ ولكن هل نجحت الخطة؟ لو أنها نجحت لما أتيتك إلى هنا. اسمع ما الذي حدث. الطائرة التي قلت لها سأسافر فيها اليوم انفجرت أثناء الرحلة، ومات كل من فيها، وزوجتي عملت اليوم مراسم جنازة. جاء 3 رجال لخطبة فتاة، الأول غني، الثاني جميل، الثالث فقير. قال الأب لابنته ابنتي الغني سيزيدك غنى، الجميل سيزيدك جمالا، أما الفقير فسيزيدك فقرا. ولكن يا أبي الغني سيتزوج علي 1 أو 2، الجميل ستعجب به كل الفتيات، أما الفقير فسأعيش معه عمري كله. سكت الأب ودمعت عينيه وقال ابنتي. الله يلعن أبوك شحمارة، فكر حالك روميو وجولييت. وزوجها للغني وطلب منه 100,000 دولار مهر، وتزوج على إمها كمان.
واحد شحاد قال لواحد اعطيني مما اعطاك الله انا اعمى. قال له وانا كيف رح اتاكد انك اعمى؟ قال له شايف هذيك الشجره؟ قال له ايوه. قال له انا ماني شايفها. حوار بين شيطان ومحجبه. الحجاب ببينك كبيره. نعم في عين الله. ملابسك واسعه كانك عجوز. والقبر اضيق فلا تختر. الا تشعرين بالحر الشديد؟ قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهوا. لن ياتيك عريس ولكن سياتي رجل. يا طيبه يا طيبه يا داوى العيانة. معلم بسأل طالب اعرب الجملة الآتية: ضرب الطفل الصرصور. قال له ضرب فعل إجرام، الطفل واحد حيوان. أما الصرصور فهو فاعص مفعوص، وعلامة فعصه الضربة القاضية على راسه. شيخ مصري بيقول للمصلين: النساء نعمة من ربنا، كل واحد يروح البيت ويبوس إيد مرته. قال له واحد: طيب أنا مش متجوز. قال له الشيخ: أنت بتبوس إيدك والشوفة. خاصمت زوجها واتهمته بالكذب وقالت له: من يكذب مرة يكذب مرتان. فقال لها: من يتزوج مرة يتزوج مرتان. فضحكت وقالت: حياتي أعمل لك عشاء. أمك أخبرتني أنك تججرت في المدرسة صحيح؟ صحيح. هذا ما أرسلتك لفعله في المدرسة؟ هل فزت؟ نعم قضيت عليه. أحسنت أنت فعلا ابني. أنا لا أسمع بكاء. فلت تظاهر بالبكاء. هذا واحد قال لأمه: يمه ادعيلي. قالت له: روح يا ولادي، الله يعطيك بيت بدون إيجار وأكل بدون ما تجري. لقى نفسه بالسجن. شو بدك تصير بس كبر؟ إن شاء الله دكتور أستاذ. إذا أنت بتصير دكتور بعمري ما بيجي لعندك. عفوا أستاذ، بس أنا حكيت لك دكتور مو بيطري. اشتري دماغي هشتري كرامتي، هدلع بابي هدلع مامتي، هجيب لي يخت عشان توصله محتاج تركب يخت تاني، وافتح لي مشروع انساني اثبت اني مش اناني، هاكل هم 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 وانسى الهم هم هم. في ارنب اتجوز سلحفة. في يوم من الايام الارنب مرض، بعث السلحفة على الصيدلية تروح تجيب له دواء. السلحفة غابت اسبوع، غابت اسبوعين، غابت ثلاثة اسابيع، غابت شهر. الارنب طاب وراح يدور عليها، لسه بيفتح قاعد في الباب لقاها على الباب بتلبس محفايتها. بقولها: انت بعدك هانا؟ بتحكي له بتصرخ علي كمان: والله ماني رايحه. مسطول ماشي مع حبيبته بالسوق، قام البنت شافت ابوها، قالت له: ابوي ابوي. رد المسطول وقال له: ما تخافي قولي له اني اخوك. اشتري دماغي هشتري كرامتي، هدلع بابي هدلع مامتي، هجيب لي يخت عشان توصله محتاج تركب يخت تاني، وافتح لي مشروع انساني اثبت اني مش اناني، هاكل هم 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 وانسى الهم هم هم. شو بدك تصير بس كبر؟ ان شاء الله دكتور استاذ. اذا انت بتصير دكتور بعمري ما بيجي لعندك. عفوا استاذ، بس انا حكيت لك دكتور مو بيطري. هذا واحد قال لامه: يمه ادعيلي. قالت له: روح يا ولادي، الله يعطيك بيت بدون إيجار وأكل بدون ما تجري. لقى نفسه بالسجن. عمي أنا جاي أطلب إيد بنتك. أهلين يا ابني، بس أنت شو عندك؟ والله يا عمي أنا عندي سيارات وطيارات وبيوت وفيلات ومال ما بتاكل النيران، بس عندي مشكلة واحدة. وشو هي؟ إني كذاب. في أرنب اتجوز سلحفة. في يوم من الأيام الأرنب مرض، بعث السلحفة على الصيدلية تروح تجيب له دواء. السلحفة غابت اسبوع، غابت اسبوعين، غابت ثلاثة اسابيع، غابت شهر. الأرنب طاب وراح يدور عليها، لسه بيفتح قاعد في الباب لقاها على الباب بتلبس محفايتها. بقولها: انت بعدك هانا؟ بتحكي له بتصرخ علي كمان: والله ماني رايحة. امك اخبرتني انك تججرت في المدرسة صحيح؟ صحيح. هذا ما ارسلتك لفعله في المدرسة؟ هل فزت؟ نعم قضيت عليه. أحسنت أنت فعلا ابني. أنا لا أسمع بكاء. فلت تظاهر بالبكاء. خاصمت زوجها واتهمته بالكذب وقالت له: من يكذب مرة يكذب مرتان. فقال لها: من يتزوج مرة يتزوج مرتان. فضحكت وقالت: حياتي أعمل لك عشاء. شيخ مصري بيقول للمصلين: النساء نعمة من ربنا،
كل واحد يروح البيت ويبوس ايد مرته. قال له واحد: طيب انا مش متجوز. قال له الشيخ: انت بتبوس ايدك والشوافة. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة. معلم بسأل طالب: اعرب الجملة الآتية. ضرب الطفل الصرصور. قال له: ضرب فعل إجرام، الطفل واحد حيوان. أما الصرصور فهو فاعص مفعوص، وعلامة فعصه الضربة القاضية على راسه. واحد شحاد قال لواحد: أعطيني مما أعطاك الله، أنا أعمى. قال له: وأنا كيف رح أتأكد أنك أعمى؟ قال له: شايف هذيك الشجرة؟ قال له: أيوة. قال له: أنا ماني شايفها. جاء ثلاث رجال لخطبة فتاة، الأول غني، الثاني جميل، الثالث فقير. قال الأب لابنته: ابنتي، الغني سيزيدك غنى، الجميل سيزيدك جمالا، أما الفقير فسيزيدك فقرا. ولكن يا أبي، الغني سيتزوج علي واحدة واثنتان، الجميل ستعجب به كل الفتيات، أما الفقير فسأعيش معه عمري كله. سكت الأب ودمعت عينيه وقال: ابنتي. الله يلعن أبوك شو حمارة، فكر حالك روميو وجولييت. وزوجها للغني وطلب منه 100,000 دولار مهر، وتزوج على إمها كمان. تخيلوا البنات يصيروا بالجيش. البنت بتحكي: لو سمحتوا أنا ما بشيل هذا السلاح اليوم. الضابط: طيب ليش؟ إيش ماله؟ البنت: هذا السلاح شافوني فيه قبل أسبوع بالمعركة. لماذا تحمل دودة معك؟ لأن الطبيب قال لي أيامك في الدنيا مع دودة. محشش رن لحبيبته، وأول ما فتحت الخط بدأ يغني لها: أنا كيف بدي انساكي وفل، أنا عم دور بعيون الكل. اللي رد على التليفون كان أبوها، سأله: مين معي؟ رد المحشش: لتحميل هذه الأغنية اضغط على الرقم 1. الشعب العربي بغرفة الضيوف: أهلا وسهلا، زارتنا البركة. بالمطبخ: سوي قهوة، ابن الحرام إجا. ابي راح عند الدكتور، فوصف له الدكتور دواء وقال له: خذ ملعقتين من هذا الدواء كل يوم وارجع لي بعد شهر. بعد شهر رجع الغبي للدكتور معاه الدواء زي ما هو، يعني ما اخذ منه ولا ملعقه. سال الدكتور: ليش ما اخذت الدواء؟ قال له الغبي: والله الملعقه ما رديت تدخل في القاره. ماما بدي اطلع. بتطلع لما تتجوزي. ماما بدي اسافر. بتسافري مع جوزك. ماما حابه اصبغ شعري. بتصبغيه لما تتجوزي. يلا حبيبي بدك شيء رح اطلع. لا يا حبيبتي، هالكلام كان زمان عند بيت اهلك. ماما بدي اطلع. بتطلع لما تتجوزي. ماما بدي اسافر. بتسافري مع جوزك. ماما حابه اصبغ شعري. بتصبغيه لما تتجوزي. يلا حبيبي بدك شيء رح اطلع. لا يا حبيبتي، هالكلام كان زمان عند بيت اهلك. حبيبتي شوفي شو جبت لك، كل عام وانت بخير. حبيبي هاي اعطيها لامك، اليوم عيد الام مش عيد الحب. بعرف حياتي، انا جبت الحجة هديه، بس جبت لك هديه لانك ام النكد، ام القرف، ام الزهق. القاضي يسأل المجرم: ليش قتلت زوجتك بالشاكوش؟ وفجأة قام واحد من القاعدين بقاعة المحاكمة قال له: تفو عليك يا كلب يا حقير يا واطي. القاضي قال له: انت شو دخلك بالقضية؟ قال له: حضرة القاضي، انا جارهم، صار لي سنتين بقول له عندك شاكوش بقول لي ما عندي. أراد السخرية من صديقي. أحمد أسألك سؤالا. نعم، وما هو؟ هل تخاف من الكلاب؟ أنا أجلس قربك منذ ساعتين، هل خفت منك؟ جربت كل مشاكل الحياة، بقي فقط المشاكل الزوجية. أعشق كل تفاصيلك الصغيرة. وأنفي. دعينا لا نتحدث عن التفاصيل الكبيرة. المتهم سلطة. نعم يا قاضي، إذا قمت بقتل زوجتك إن مظلوم يا قاضي، ما قتلتهش. إيف، لقد استعملت آلة حادة وقتلتها. ليه يا قاضي؟ إن دغرتها وهي بعد ماتت، قضى وقدر. الناس يمر بجوارهم أشخاص يأخذون قلوبهم، إلا أنا يأخذون حسناتي. واحدة خلصت حكي على التليفون، قال لها زوجها: غريبة، هاي المرة
بس نص ساعة حكي. قالت له لا لا هاي وحدة مخربطة بالرقم. عجوز دخلت إلى محل تصليح الهواتف فقالت له السلام عليكم، هاتفي معطل، هل بإمكانك إصلاحه؟ حسنا. يا الله يا كريم، إنه بحالة جيدة ما به شيء. فاستغربت العجوز وقالت ولكن هاتفي لم يرن منذ أشهر، وأخاف أن يقلق أبنائي، من فضلك تثبت جيدا. يمكنه أن يرن. فخرجت العجوز باكية على أمل أن يتذكرها أبناؤها. فاجعلوا من والديكم عند كبرهم أبناء مثل ما كنتم أبناء عند صغركم. هل يوجد شيء أجمل من الحب من أول نظرة؟ النوم من أول غمضة. مدير شركة خلال مراقبته لاحظ شابا يستند إلى الحائط ولا يقوم بأي عمل، اقترب منه وقال أنت كم راتبك؟ أنا سيدي راتبي 500 دينار شهريا، ولكن لماذا؟ أنا أدفع للناس هنا ليعملوا وليس للوقوف، والآن هذا راتبك الشهري مقدما، اخرج ولا تعد. أخذ المبلغ واستدار الشاب وأسرع في الابتعاد. هذا ينطبق على الكل في هذه الشركة، من لا يعمل يطرد، وأنت سعاد. نعم يا سيدي نعم. من هذا الرجل الذي قمت أنا بطرده؟ هذا الرجل لقد كان رجل توصيل البيتزا ديليفري يا سيدي، ولا يعمل هنا. قبل شوي بنت جيراننا دقت الباب، طبعا عمرها 11 سنة. فضل حبيبتي عشان اعرف شو بدها، حكت لي لا تحكي لحبيبتي انا مرتبطة. كان الله انتحر ولا استنى بس شوي. دينار انقذ حياة المسكين. خرج يوما هذا الشاب مع اخاه الصغير يتجولان، فوجد الولد حذاء مرمي. هي ماذا تحمل بيدك؟ لقد وجدت هذا الحذاء، وقد يكون للعامل هنا. نعم يبدو انه قد كان يعمل هنا وانشغل عنه وتركه. اخي ما رأيك ان نخبئ الحذاء ونختبئ خلف الشجرة لنرى ردة فعله عندما يعود ولا يجده؟ سيكون هذا جميلا. لا يا اخي لا يجب ان نستمتع على حساب الاخرين، ولكن ما رأيك في شيء اخر؟ وما هو؟ اسمع، لنضع له دينارا على حذائي ونختبئ ونرى ما ردة فعله عندما يجد هذا الدينار. حقا يا أخي إنك ذكي، فكرة رائعة. طبق الأخوان الفكرة واختبأ كل منهم خلف شجرة، وبعد دقائق جاء صاحب الحذاء المسكين. أخي ها هو قادم ومتجه نحو حذائه. طبق الأخوان الفكرة واختبأ كل منهم خلف شجرة، وبعد دقائق جاء صاحب الحذاء المسكين. أخي ها هو قادم ومتجه نحو حذائه. أخذ المسكين حذائه وإذ بالمبلغ، فنظر حوله فلم يجد أحد قربه، فعرف أنه رزق من عند الله، فرفع يديه وقال بصوت عال: يا ربي أحمدك وأشكرك، فلا غيرك يعلم أن لي 3 أيام لم آكل شيئا، لا أنا ولا أولادي، والحمد لله بهذا الدينار قد هديتنا يوما آخر لنعيش. يا ربي أحمدك وأشكرك يا رب. سمع الأخ الصغير هذا الكلام فدمعت عيناه، فقال له أخاه الأكبر: أرأيت يا أخي، ها أنت سعيد جدا بما فعلته، وهنا نتعلم أننا عندما نعطي سنكون أسعد بكثير من عندما نأخذ. امدحني بكلام جميل. يا ليت عندي منك 4. فاتورة الهاتف كانت مرتفعة للغاية، فدعا الأب جميع أفراد العائلة لمناقشة هذه المسألة. هذا أمر غير معقول، لم أستخدم هاتف المنزل مطلقا، أنا دائما أستعمل هاتف العمل لأوفر المال، وأنا دائما أستخدم هاتف الشركة لأوفر المال، أنا أيضا أستخدم هاتف الشغل لأوفر المال. فجميعهم انصدموا ونظروا معا إلى الخادمة. ما بكم، أنا أيضا أستعمل هاتف الشغل لأوفر المال. جوز تخبر ابنها بمعلومة عن قلب الفتاة. اسمع يا بني. نعم يا أمي. الفتاة إن أحبت لا يمكنها أن تنسى، بخلاف الرجل من أول فرصة تجدها قد نسى. ولكن لماذا يا أمي؟ لأن قلب الفتاة مثل حبة المشمس، لا تسع إلا لبذرة واحدة. ولكن ماذا عن قلب الرجل؟ إنه بطيخة. بنتي تعي لهون، مين هذا اللي مسميتي حبيبي بتليفونك؟ بابا طلع الرقم بتعرف. ثواني لأشوف. هاد رقمي، سميتيني حبيبي؟ ايه بابا مسميتك حبيبي، شفت شلون ظلمتني؟ انا اسف يا بنتي، الله يلعن الشيطان،
خذ هاي 5000 روح تشبرقي فيها. يمك بابا الله يرزقك. اروح اشتري هدية لحبيبي بهال5000 اللي مسميته على التليفون خدوج. خدوج. واحد بيسأل صاحبه سؤال، قال له عائلة مكونة من 6 بنات ويوجد أخ لكل بنت منهم، فكم عدد أفراد الأسرة؟ هنا صاحبه شرد من السؤال وبطل يركز. نشوف مين فيكم يعرف الجواب. الحب ليس شخصا يقول لك أحبك واشتقت إليك، الحب شخص كلما رآك دعاك لتناول طعام. واحد غبي اشترى تاكسي، كل ما الناس تأشر له تاكسي تاكسي يصير يضحك ويقولهم بعرف بعرف. محشش دعس 200 شخص، سأل الضابط كيف صار الحادث؟ قال المحشش كنت أمشي بسرعة وبالغلط دعست بنزين، كان على يميني شخص وعلى يساري عرس، أدعس مين يعني برأيك يا ضابط؟ قال له الضابط أكيد تدعس الشخص. قال له المحشش هو هيك صار، بس الحيوان ركض ودخل على العرس ولحقته. عايز تطلع أي حبيبي لما تكبر؟ عايز تطلع لبابا. وأبوك تلا أي يعني؟ طلع لي جارتني اللي فوق عشان جوزها مسافر. وشو؟ يما 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 يا اخي امي وينها؟ حسبي الله عليك من ولد، وش كسرت بعد؟ وش كسرت؟ محشش اعلن الحرب على دولة كاملة. يا رئيس جهز نفسك للحرب، انا واخوتي قادمون اليوم اليك. انت واخوتك وكم عددكم؟ نحن 8 اخوة. 8؟ الا تعلم ان عندي 2,000,000 جندي؟ قطع الاتصال وتشاور مع اخوتي وعاد الاتصال بي. الو يا رئيس، الحرب الغيت لان شن الحرب عليك. ولماذا؟ هل خفتم؟ لا ليس صحيح، بل ليس عندنا مكان لمليوني سجين. تحبني وانا ضريرة، وفي الدنيا بنات كثيرة، الحلوة الجميلة والمثيرة، ما أنت إلا بمجنون أو مشفق على عمياء عيون. بل أنا عاشق يا حلوتي، ولا أتمنى من دنيتي إلا أن تصيري زوجتي. إن أعدت إلي بصري فأرضى بك يا عمري، لكن من يعطيني عيني؟ وأي ليل يبقى لدي؟ وفي يوم جاءها مسرعة، أبشري لقد وجدت المتبرعة. ويوم فتحت أعينها رأت فدوت صرختها، أأنت أيضا أعمى؟ لا تحزني يا حبيبتي، ستكونين عيوني ودليلتي. أنا لن أتزوج أعمى، سامحيني، من أنا لتتزوجيني؟ ولكن أريد منك أن تعديني أن تعتني جيدا بعيوني.